اهلا وسهلا بالجميع، معكم سيرين من اتليه كروشيه سيرينا لتعليم الكروشيه وتطريز. في فيديو اليوم سنتعلم كيفيه القيام بهذا النبرون. هذا النبرون متكون من اناناسات كما ترون هنا. نبرون جميل جدا، يصلح للعرائس او ما تشاؤون، لتزيين المنازل، تغيير الديكور، الصالات او الانتري كما تشاؤون. يمكنكم اشتراء هذا النبرون مباشره على موقعي الخاص www.serenacrochet.com. في هذا الفيديو ساعلمكم كيفيه قراءه الباترون ايضا لاتحصل على النبرون. القياس النهائي لهذا الباترون باستخدام خيط كروشيه مع إبرة كروشيه رقم 2 مليمتر هو 25 سنتيمتر بالنسبة للقطر الصغير و 36 سنتيمتر بالنسبة للقطر الكبير. هذه هي المقاسات. وكمية الخيط المحتاجة لهذا النابرون هي 25 جرام حسب التقريب. لنبدأ بالورشة. للقيام بهذا النابرون نحن بحاجة إلى خيط قطني رقيق كما ترون هنا، هذا هو الخيط. والإبرة التي سأستخدمها معها هي إبرة رقم 2 مليمتر. إذا في عمل هذه الورشة سأريكم كيفية تطبيق الباترون. إذا سأعلمكم في نفس الوقت طريقة قراءة الباترون حتى يكون واضح لديكم، ويمكنكم فيما بعد تطبيق باترونات بمفردكم دون الاستعانة إلى فيديوهات. إذا هنا في هذا الباترون كما ترون لن أقوم بالباترون كاملا حتى النهاية، ولكن سأقوم بالباترون حتى هذا السطر، أي هذا الجزء من الباترون لن أقوم به، فقط سأقوم بهذا الجزء هكذا تماما. عند الأناناسات سأتوقف دون القيام بهذا الجزء وهذه الأجزاء المتبقية، لأنني أريد أن يكون النابرون صغير الحجم وليس كبير الحجم. لنبدأ في الورشة. إذا هنا كما تلاحظون سنجد نقاط متتالية، هذه النقاط كما ترون. سأقارب الورقة قليلا. هذه النقط، هذه يعني غرز سلسال. إذا سنقوم بغرز سلسال. هنا عدد غرز السلسال قمت باحتسابها هي 9 غرز سلسال. سنقوم بعقدة البداية كما سبق وتعلمناها. صاغر السلسال 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ثم سنغلق بغرزة منزلقة في أول غرزة سلسال انطلقنا بها لنكون دائرة. إذا غرزة المنزلقة هي هذه الغرزة التي متمثلة في قوس كما ترون هنا. إذا السطر الموالي، لاحظوا جيدا ما يقوله السطر الموالي. في السطر الموالي لدينا هنا غرز عواميد بلفة. لاحظوا جيدا هنا هذا العمود مع هذه الغرزة هي تشكل عواميد بلفة. إذا هذا عمود بلفة. هنا نحتسب مجموع عواميد بلفة سنجدها 19، لأن الارتفاع بثلاث غرز سلسال كما ترون في هذه النقطة يتم احتسابه في المجموع النهائي. إذا السطر الموالي يقول سنرتفع بثلاثة غرز سلسال، ومن ثم سنقوم بتسعة عشر غرز عمود بلفة في الفراغ المتكون من 9 سلسال الذي سبق واشتغلناه. الآن سنقوم بتنفيذ هذا السطر. لاحظوا جيدا سنرتفع بثلاثة سلسال، 1 2 3،
ثم سنقوم إذا ب19 غرزة عمود بلفة، لفة على الإبرة في الفراغ، ندخل ثم نخرج الإبرة، لفة نخرج غرزتين، ثم لفة نخرج غرزتين، هذا العمود الأول. نفس الشيء عمود بلفة الثاني، نفس الشيء عمود بلفة الثالث، وهكذا إلى أن ننهي 19 عمود بلفة. إذن بعد أن أنهينا 19 غرزة عمود بلفة كما ترون هنا، نجد هنا في الباترون يقول أنه سنغلق بغرزة منزلقة كما ترون هنا. هذا القوس الصغير فوق الغرزة السلسال هو غرزة منزلقة، إذن سنغلق بمنزلقة. في ثالث غرزة سلسال ارتفعنا بها هكذا تماما. والآن ما يقوله السطر الموالي هو سنرتفع بثلاث غرز سلسال وسنقوم بعمود بلفة في نفس الغرزة التي ارتفعنا منها. إذا ثلاث غرز سلسال ثم بعمود بلفة في نفس الغرزة التي ارتفعنا بها، ومن ثم اثنين عواميد بلفة فوق كل عمود بلفة للسطر الذي قبله. إذا هذه العلامة هي عبارة عن اثنين عواميد بلفة في نفس الغرزة، أي سنقوم بتزايد بواحد عمود بلفة كما تلاحظنا هنا. سنقوم بالتطبيق. سنرتفع بثلاثة سلسال، واحد اثنان ثلاثة، ثم سنقوم بعمود بلفة في نفس الغرزة، ثم اثنين عواميد بلفة فوق كل غرزة. إذا العمود الموالي هو هذا العمود، سنقوم باثنين عواميد بلفة. فوق العمود الموالي نفس الشيء، عمود أول وعمود ثاني، فوق العمود الثالث نفس الشيء. إذا سنكمل كامل العواميد ثم نعود. إذا هنا وصلنا لآخر السطر، سنغلق بغرزة منزلقة كما هو مذكور هنا. في ثالث غرزة سلسلة هكذا تماما. السطر الموالي وهو السطر الثالث ماذا يقول؟ إذا سنرتفع بثلاثة سلسال كما تلاحظون، ثم سنقوم باثنين سلسال، ثم عمودين بلفة فوق أول غرزة عمود، فوق ثاني غرزة عمود بلفة مباشرة، ومن ثم اثنين سلسال، ثم عمودين بلفة فوق ثاني غرزة عمود، اثنين سلسال، عمودين بلفة فوق ثاني غرزة عمود، احتسابا للغرز التي قبلها. هذا ما يقوله السطر الثالث. سنقوم بالتطبيق. إذن سنرتفع بخمسة سلسال، ثلاثة أربعة خمسة، ثم عمودين بلفة في ثاني غرزة عمود. إذن هذا العمود الأول سنتجاوزه، سنقوم بعمودين بلفة في العمود الثاني، واحد اثنان، ثم اثنان سلسال، ثم عمودين بلفة في ثاني غرزة عمود. إذن نتجاوز هذه الغرزة، سنثبت في الغرزة الثانية عمودين بلفة، اثنين سلسال، ونفس الشيء عمودين بلفة في ثاني غرزة. إذن سنواصل بنفس النسق إلى أن ننهي السطر ثم نعود. إذن هنا وصلنا لآخر السطر، سنرى ماذا يقوله الباترون. إذن الباترون يقول عند الوصول لآخر السطر سنقوم باثنين سلسال عمود بلفة في نفس الغرزة التي ارتفعنا بها بثلاثة سلسال. لاحظوا جيدا، اثنين سلسال،
ثم أعمود بلفة في الفراغ في نفس الغرزة التي ارتفعنا بها بثلاثة سلسلة، أي هذه الغرزة، الغرزة ذاتها هكذا تماما. ثم نغلق بمنزلقة في ثالث غرزة سلسلة، واحد اثنان ثلاثة، هكذا تم غلق السطر كما تلاحظون. والآن السطر الموالي وهو السطر الرابع، ماذا يقول السطر الرابع؟ إذا سنرتفع بثلاثة سلسلة، سنقوم بعمود بلفة في نفس الغرزة، ثم اثنين سلسلة، ثم عمودين بلفة في الفراغ المتكون من اثنين سلسلة، ثم عمودين بلفة في الفراغ الموالي المتكون من اثنين سلسلة، اثنين سلسلة، عمودين بلفة في نفس الفراغ. هذا ما يقوله السطر الرابع كما ترون هنا. إذا سنبدأ بالتطبيق. غرزة منزلقة أولى لنكون فوق العمود بلفة الأول، ثم غرزة منزلقة ثانية لنكون في الفراغ المتكون من اثنين سلسلة، ثم نرتفع بثلاثة سلسلة، سنجد أنفسنا في الفراغ كما ترون. عمود بلفة ثم اثنين سلسلة، عمودين بلفة في نفس الفراغ، هكذا تماما، ثم مباشرة عمودين بلفة في الفراغ الموالي دون التزود بسلسلة، واحد، لاحظوا جيدا، ثم اثنين سلسلة، ثم عمودين بلفة في نفس الفراغ، هكذا تماما. سنتوجه إلى الفراغ الموالي ونقوم بعمودين بلفة مباشرة دون التزايد، ثم اثنين سلسلة، ثم عمودين بلفة في نفس الفراغ، هكذا تمام. إذا سنواصل بنفس النسق ثم نعود. هنا وصلنا لآخر السطر، إذا سنقوم بغرزة منزلقة في ثالث غرزة سلسال ارتفعنا بها، ومن ثم سنرى السطر الخامس ماذا يقول. السطر الخامس هنا يقول سنقوم بغرزتي منزلقة كما ترون هنا لنكون وسط الفراغ المتكون من اثنين سلسال، نرتفع بثلاثة سلسال، عمود بلفة اثنين سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ، ثم اثنين سلسال، عمودين بلفة، اثنين سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ، ثم اثنين سلسال، عمودين بلفة، اثنين سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ الموالي، وهكذا إلى نهاية السطر. هذا ما يقوله هذا الباترون. إذا سنقوم بالتنفيذ، لأن كما قلنا سنقوم بمنزلقة أولى ومنزلقة ثانية لنكون في الفراغ المتكون من اثنين سلسال، ثم سنقوم بثلاث غرز سلسال عفوا، ثم واحد عمود بلفة في نفس الفراغ، اثنين سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ، هكذا تماما، ثم اثنين سلسال، نتجه للفراغ الموالي سنقوم بعمودين بلفة، اثنين سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ، ثم اثنين سلسال، ونكرر نفس الشيء، عمودين بلفة، اثنين سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ، اثنين سلسال، وهكذا لنهاية السطر. هنا وصلنا لآخر السطر، سنقوم باثنين سلسال ثم سنغلق بمنزلقة في ثالث غرزة سلسال. السطر الموالي ماذا يقول هنا؟ وهو السطر السادس. السطر السادس نفس الشيء، إذا سنقوم بغرز منزلقة،
حتى نجد أنفسنا في وسط الفراغ المتكون من 2 سلسال. ثم سنقوم بثلاث غرز سلسال عمود بلفة، 2 سلسال عمودين بلفة، ثم 3 سلسال. ثم في الفراغ الموالي سنقوم بعمودين بلفة، 2 سلسال عمودين بلفة، ثم 3 سلسال. ثم نذهب للمجموعة الموالية ونفس الشيء نكرره. إذا سنقوم بغرز المنزلقة، غرزة أولى، وغرزة ثانية منزلقة لنجد أنفسنا في الفراغ. ومن ثم سنقوم بثلاث غرز سلسال، ثم عمود بلفة، ثم 2 سلسال، ثم عمودين بلفة في نفس الفراغ. ثم 3 سلسال. ثم المجموعة الموالية سنقوم في الفراغ المتكون من 2 سلسال بعمودين بلفة، 2 سلسال عمودين بلفة. هكذا تماما. ثم 3 سلسال. ونذهب للمجموعة الموالية ونفس الشيء، عمودين بلفة، 2 سلسال عمودين بلفة. هكذا تماما. سنواصل بنفس النسق ثم نعود. هنا وصلنا لآخر السطر، سنغلق بمنزلقة في آخر غرزة، في ثالث غرزة سلسال ارتفعنا بها. السطر الموالي هو السطر السابع، سنرى ماذا يقول. إذا نقوم بغرز منزلقة مثل السطر الذي قبله إلى أن نصل إلى الفراغ المتكون من 2 سلسال. سنرتفع ب3 سلسال، عمود بلفة، 2 سلسال، ثم عمودين بلفة في نفس الفراغ، ثم 5 غرز سلسال. ثم في المجموعة الموالية نفس الشيء، عمودين بلفة، 2 سلسال، عمودين بلفة، ثم 5 غرز سلسال، وهكذا إلى نهاية السطر. سنقوم بالتطبيق. إذا سنقوم بغرزة منزلقة في الغرزة الأولى، منزلقة في الثانية، نجد أنفسنا في الفراغ، نرتفع ب3 سلسال، عمود بلفة في نفس الفراغ، 2 سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ. ثم 5 غرز سلسال، 1، 2، 3، 4، 5. ثم نذهب للمجموعة الموالية، وفي الفراغ متكون من 2 سلسال سنقوم بعمودين بلفة، عمودين بلفة. ثم 5 سلسال. المجموعة الموالية نفس الشيء، عمودين بلفة، 2 سلسال، وعمودين بلفة في نفس الفراغ كما ترون. هكذا تماما. سنواصل بنفس النسق إلى نهاية السطر ثم نعود. هنا وصلنا لآخر السطر. إذا حسب الباترون سنقوم ب5 سلسال، ثم سنغلق بمنزلقة في ثالث غرزة سلسال ارتفعنا بها. هكذا تماما. سنرى الآن السطر الموالي. السطر الموالي هو السطر الثامن. إذا سنقوم ب2 غرز منزلقة كما ترون هنا حتى نجد أنفسنا في الوسط كالمعتاد. ثم سنرتفع ب3 سلسال، 1 عمود بلفة، 2 سلسال، 2 عواميد بلفة في نفس الفراغ. ومن ثم سنقوم ب5 سلسال، ثم في المجموعة الموالية 2 عواميد بلفة، ولكن هذه المرة 3 غرز سلسال وليس غرزتي سلسال فقط، 2 عواميد بلفة. ثم 5 سلسال، 2 عواميد بلفة، 3 سلسال، 2 عواميد بلفة.
وهكذا لنهاية السطر. هذا بالنسبة للسطر الثامن كما تلاحظون هنا. سنقوم بالتطبيق. إذا سنقوم بمنزلقة أولى ثم منزلقة ثانية لنجد أنفسنا في وسط الفراغ، ثم سنرتفع بثلاث سلسال، واحد اثنان ثلاثة، ومن ثم عمود بلفة، من ثم ثلاث سلسال، واحد اثنان ثلاثة، ثم اثنين عواميد بلفة في نفس الفراغ، عمود أول عمود ثاني، هكذا تمام. ثم خمسة سلسال، ثم اثنان عواميد بلفة، ثلاثة سلسال، اثنان عواميد بلفة في الفراغ الموالي، فراغ لهذه المجموعة بطبيعة الحال. عمود أول عمود ثاني، ثلاث سلسال، عمود أول وعمود ثاني، ثم خمسة سلسال، وهكذا نواصل بنفس النسق إلى أن ننهي كامل الدائرة ثم نعود. هنا وصلنا لآخر السطر، لأن ارتفعنا بخمسة سلسال، ثم سنقوم بمنزلقة في ثالث غرزة سلسال ارتفعنا بها في أول السطر. السطر التاسع هو عبارة عن إعادة للسطر الثامن، يعني نفس الشيء. سنقوم بغرزتي حشو، عفوا غرزتي منزلقة، لنجد أنفسنا في وسط المجموعة المتكونة من ثلاثة سلسال. نرتفع بثلاثة سلسال عمود بلفة، ثلاثة سلسال عمودين بلفة في نفس الفراغ، ثم خمسة سلسال، ثم عمودين بلفة، ثلاثة سلسال عمودين بلفة في الفراغ المتكون من ثلاثة سلسال، ثم خمسة سلسال، وهكذا إلى نهاية السطر. إذا سنعيد تكرار ما قمنا به في السطر الثامن، هو نفسه السطر التاسع. سنقوم بالتطبيق. إذا سنقوم بمنزلقة أولى، هذا ما قلناه، ثم منزلقة ثانية، نجد أنفسنا في وسط الفراغ، سنرتفع بثلاثة سلسال، عمود بلفة، ثلاثة سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ، ثم خمسة سلسال، ثم الفراغ الموالي نفس الشيء، عمودين بلفة، ثلاثة سلسال، عمودين بلفة، ثم خمسة سلسال، ونواصل بنفس النسق إلى نهاية السطر. هنا وصلنا لآخر السطر، إذا سنغلق بمنزلقة كالمعتاد في ثلاث غرزة سلسال ارتفعنا بها. والآن سنقوم بالسطر الموالي، وهو السطر العاشر كما تلاحظون هنا. ماذا يقول هذا السطر؟ إذا سنقوم بغرز منزلقة كالمعتاد لنجد أنفسنا في الفراغ، سنرتفع بثلاثة سلسال عمود بلفة، ثلاثة سلسال، ثم عمودين بلفة في نفس الفراغ، ثم خمسة سلسال، ثم تسعة عواميد بلفة في الفراغ الموالي المتكون من ثلاث سلسال، تسعة عواميد بلفة، ثم خمسة سلسال، ثم في الفراغ الموالي اثنين عواميد بلفة، ثلاثة سلسال، اثنين عواميد بلفة، أي ستكون مرة بمرة، مرة تسعة عواميد بلفة، ومرة المجموعة متكونة من اثنين عواميد بلفة، ثلاثة سلسال، اثنين عواميد بلفة. إذا سنقوم بالتطبيق.
نقوم بمنزلقة منزلقة ثالثة إذا ثم نرتفع بثلاثة سلسال عمود بلفة في الفراغ ثلاث غرز سلسال عمودين بلفة في نفس الفراغ ثم خمسة سلسال في هذا الفراغ الموالي سنقوم بتسع عواميد بلفة هذا تسع عمود بلفة ثم خمسة سلسال فراغ الموالي سنقوم باثنين عواميد بلفة ثلاثة سلسال اثنين عواميد بلفة إذن سيتم تقسيم هذه المجموعات إلى مجموعات أخرى لتكوين الأناناس ثم خمسة سلسال ثم تسع عواميد بلفة في الفراغ الموالي إذا سنواصل بنفس النسق مرة بمرة إلى نهاية السطر هنا وصلنا لآخر السطر سنقوم بمنزلقة في ثلاث غرز سلسال ارتفعنا بها هكذا تمام الآن سننطلق للسطر الموالي السطر رقم 11 كما ترون هنا إذا سنقوم بغرز منزلقة كالمعطي لنجد أنفسنا في الفراغ ثم نرتفع بثلاثة سلسال ثم عمود بلفة ثلاثة غرز سلسال عمودين بلفة في نفس الفراغ ثم خمسة سلسال ثم عمود بلفة فوق كل عمود بلفة وبينهم واحد سلسال إذن واحد عمود سلسال واحد عمود سلسال واحد عمود سلسال ثم خمسة سلسال ثم المجموعة الموالية كالمجموعة التي قبلها اثنين عواميد بلفة ثلاثة سلسال اثنين عواميد بلفة وهكذا إلى أن ننهي كامل السطر سنقوم الآن بالتطبيق إذن كما قلنا سنقوم بغرزة منزلقة أولى غرزة منزلقة ثانية ثلاث سلسال عمود بلفة أول ثلاث سلسال عمودين بلفة في نفس الفراغ ثم خمسة سلسال ثم عمود بلفة فوق العمود واحد سلسال عمود فوق العمود الموالي واحد سلسال عمود بلفة فوق العمود الموالي واحد سلسال لأنه هي هذه الأعمدة هكذا تماما خمسة سلسال في
رغم ولي عمودين بلفة. ثلاث سلسال عمودين بلفة في نفس الفراغ. ثم خمسة سلسال ونواصل بنفس النسق. عمود بلفة فوق العمود. واحد سلسال عمود بلفة فوق العمود. إذن سنواصل بنفس الطريقة إلى نهاية السطر ثم نعود. هنا وصلنا لآخر السطر. سنقوم بمنزلقة في ثلاث غرزة سلسال ارتفعنا بها. الآن سأتوجه للسطر الموالي رقم 12. سنقوم بغرز منزلقة لنجدوا أنفسنا في وسط الفراغ. ترتفع بثلاثة سلسال عمود بلفة، ثلاثة سلسال عمودين بلفة في نفس الفراغ. ثم ستة سلسال. هنا لدينا ستة سلسال، إذا ستة سلسال. ثم غرز حشو في الفراغات متكونة من واحد سلسال وبينها ثلاث غرز سلسال. إذا غرزة حشو ثلاثة سلسال، غرزة حشو ثلاثة سلسال، غرزة حشو ثلاثة سلسال، وغرزة الحشو ستكون في الفراغ المتكون من واحد سلسال. ومن ثم ستة غرز سلسال، ثم عمودين بلفة، ثلاثة سلسال عمودين بلفة فوق المجموعة التي قبلها. هذا هو ما سنقوم به. سنقوم بالتطبيق. إذا غرزة منزلقة أولى، غرزة منزلقة ثانية، ثلاثة سلسال عمود بلفة، ثلاثة سلسال عمودين بلفة في نفس الفراغ. هكذا تماما. ثم ستة سلسال. ثم غرزة حشو في الفراغ متكون من واحد سلسال. أي هنا تماما. ثلاثة سلسال وغرزة حشو في الفراغ الموالي. ثلاثة سلسال وغرزة حشو. نوصل إن هي كامل الفراغات. كذا تماما. ثم ستة سلسال. ثم في هذه المجموعة نفس الشيء، عمودين بلفة، ثلاثة سلسال عمودين بلفة. هذا ما تحصلنا عليه. إذا سنكرر نفس النسق لنهاية السطر. هنا وصلنا لآخر السطر. سنغلق بمنزلقة في ثلاث غرزة سلسال ارتفعنا بها. الآن السطر الموالي. إذا سنقوم بغرز منزلقة كالمعتاد حتى نجد أنفسنا وسط الفراغ المتكون من ثلاثة سلسال. بثلاثة سلسال عمود بلفة، ثلاثة سلسال عمودين بلفة، ثم ست غرز سلسال. ثم نفس الشيء، غرزة حشو في الفراغ متكون من ثلاثة سلسال، ثلاثة سلسال غرزة حشو في الفراغ، ثلاثة سلسال غرزة حشو في الفراغ، إلى أن ننهي كامل الفراغات. ثم ستة سلسال. ثم في الفراغ الموالي
سنضيف عمودين بلفة، أي سيصبح لدينا عمودين بلفة ثلاثة سلسال، عمودين بلفة ثلاثة سلسال، عمودين بلفة، ثم ستة سلسال ونواصل بنفس النسق. سنقوم بالتطبيق. تقلقوا، لن تبقى منكمشة معنا، ستأخذ حجمها وسنقوم بكيها أيضا، ستكون جيدة جدا. إذا نقوم بمنسلقة أولى، منسلقة ثانية، ثلاث سلسال، عمود بلفة، ثلاث سلسال، عمودين بلفة، ثلاث سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ، ثم ستة سلسال، لدينا هذه الفراغات كما سبق وقلت. الفراغ الأول غرزة حشو، ثم ثلاثة سلسال، الفراغ الثاني غرزة حشو، ثلاثة سلسال، الفراغ الثالث نفس الشيء، إلى أن ننهي جميع الفراغات. سلسال، عمودين بلفة، ثلاثة سلسال، عمودين بلفة، ثلاثة سلسال، وعمودين بلفة في نفس الفراغ، هكذا تماما. ثم ستة سلسال ونواصل نفس النسق، نفس الشيء، إلى أن ننهي كامل السطر. والآن بعد أن وصلنا لآخر السطر سنغلق بمنزلقة في آخر غرزة سلسال ارتفعنا منها. وهنا سأشرح لكم شيئا. هنا أنا لن أقوم بكامل الباترون، إذن سأتوقف عند هذه الأناناسة فقط، الأناناسة الأولى يعني مثلما هنا تماما، لن نقوم بهذا الجزء، فقط الأناناسة الأولى فقط. إذن بداية من هذا السطر الثالث عشر سنقوم بتجزئة هذه الأناناسات، إذن سنشتغل كل واحدة على حدة، سأريكم كيف سنشتغل ذلك وستعيدون كامل الأناناسات إلى أن تنهينهن كلها. إذا أردتم القيام بكامل الباترون لقد شرحت لكم كيفية قراءته، يمكنكم إتمامه بأنفسكم إذا أردتم كامل الباترون، سأضعه لكم في رابط أسفل الفيديو. إذا ما سنقوم به الآن هو سنقوم بغرز منزلقة إلى أن نصل إلى وسط هذه الغرزة، الفراغ المتكون من ثلاثة سلسال، ثم كالمعتاد سنرتفع بثلاثة سلسال، عمود بلفة، ثلاثة سلسال، عمودين بلفة، ثم ستة سلسال، ثم غرزة حشو في الفراغ الأول ثلاثة سلسال، غرزة حشو في الفراغ الثاني ثلاثة سلسال، إلى أن ننهي كامل الفراغات، ثم ستة سلسال، ثم عمودين بلفة، ثلاثة سلسال، عمودين بلفة، ثم سنعود دراجنا لننهي الأناناسة كاملة. ستفهمون ذلك بالتطبيق. لاحظوا جيدا، نحن في هذا المستوى، إذن سنذهب إلى هذه القطعة هنا تماما بغرز منزلقة،
هكذا تماما. إذا تجاوزنا هذا الفراغ الأول بغرز منزلقة وجدنا أنفسنا في الفراغ الثاني. سنرتفع بثلاثة سلسال، عمود بلفة ثلاثة سلسال، ثم عمودين بلفة في نفس الفراغ هكذا تماما، ومن ثم ستة سلسال، ثم غرزة حشو في هذا الفراغ الأول، ثلاث سلسال، غرزة حشو في الفراغ الموالي، ثلاثة سلسال، غرزة حشو في الفراغ الموالي، إلى أن ننهي كامل الفراغات. هكذا تماما، ثم ستة سلسال، ثم في الفراغ الأول عمودين بلفة ثلاثة سلسال وعمودين بلفة. هكذا انتهى هذا الصف. إذن كما قلت سنكمل كل أناناسة بمفردها. إذا نفس الشيء سنعود أدراجنا، سنقلب القطعة سنقوم بغرز منزلقة إلى أن نصل إلى الفراغ كما اعتدنا، ثلاث سلسال، عمود بلفة ثلاث سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ ثم ستة سلسال، ثم غرزة حشو في الفراغ الأول، ثلاث سلسال، غرزة حشو في الفراغ الثاني، إلى أن ننهي كامل الفراغات. هكذا تماما، ثم ستة سلسال، ثم الفراغ الموالي عمودين بلفة ثلاثة سلسال عمودين بلفة. سننهي بنفس ما ساق لأن تنتهي كامل الفراغات. لاحظوا جيدا، بدأت الأناناسة بالظهور. نواصل نفس الشيء، نقلب القطعة للسطر الموالي، غرزة منزلقة أولى، غرزة منزلقة ثانية، ثلاث سلسال، عمود بلفة ثلاث سلسال، اثنين عواميد بلفة في نفس الفراغ ستة سلسال، ثم غرز حشو في الفراغات وبينها ثلاث سلسال. ستة سلسال، عمودين بلفة ثلاث سلسال وعمودين بلفة. لاحظوا جيدا، نقلب القطعة ونكرر نفس الشيء. عمودين بلفة
ثم استسلسال ثم غرز حشو الفراغات بينها 3 سلسال، 1 سلسال وغرزة حشو أخرى، 3 سلسال وغرزة حشو أخرى. ثم 6 سلسال، عمودين بلفة، 3 سلسال عمودين بلفة في الفراغ المعتاد. نفس الشيء نقلب القطعة مرة أخرى، نكرر غرزة منزلقة أولى، منزلقة ثانية، نجد أنفسنا وسط الفراغ، نرتفع ب3 سلسال، عمود بلفة أول، 3 سلسال، عمودين بلفة في نفس الفراغ. ثم 6 سلسال، ثم غرزة حشو في الفراغ الأول، 3 سلسال، غرزة حشو في الفراغ الثاني، ثم 6 سلسال، ثم عمودين بلفة، 3 سلسال عمودين بلفة. هكذا تماما. أقلب القطعة وشكرا على نهاية الأناناسة، منزلقة أولى، منزلقة ثانية، نرتفع ب3 سلسال، عمود بلفة، 3 سلسال عمودين بلفة. ستة سلسال، غرزة حشو في هذا الفراغ، تبقى لدينا فراغ واحد. ثم 6 سلسال، ثم في هذا الفراغ عمودين بلفة، 3 سلسال عمودين بلفة، 1 2 3 سلسال عمودين بلفة في نفس الفراغ. هكذا تماما. والآن السطر الموالي، غرزة منزلقة، غرزة منزلقة ثانية، نفس الشيء، 3 سلسال عمود بلفة، 3 سلسال عمودين بلفة. ثم نذهب مباشرة إلى المجموعة الثانية وسنقوم بعمودين بلفة، 3 سلسال عمودين بلفة. نحن جيدا الأناناسة. ثم آخر سطر، منزلقة ثانية، 3 سلسال عمود بلفة، ثم مباشرة في الفراغ الثاني سنقوم بعمودين بلفة لجمع الأعمدة مع بعض. هكذا تماما تم إغلاق الأناناسة كما تلاحظون. إذن لف على الإبرة ونقطع الخيط ثم نقوم بإخفائه. هكذا أنهينا هذه الأناناسة الأولى. إذن ما سنقوم به الآن هو سنعيد نفس الشيء بداية من السطر 14 إلى السطر 21. إذن سنكرر نفس الشيء مع كامل الأناناسات الأخرى حتى يتكون لدينا النبر. نواصل كامل الأناناسات ثم نعود لأريكم النتيجة النهائية. هنا كما تلاحظون أتممنا إنجاز كامل الأناناسات كما ترون
هنا أنجزناها بأكملها كامل الأناناسات. هذه هي النتيجة النهائية لهذا النابرون الجميل. أرجو أن تكون قد أعجبتكم هذه الورشة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة هذا الفيديو. شكرا على متابعتكم. إلى اللقاء في ورشات قادمة.